متى تكون العادة مقبولة؟ عادة الناس قاعدة فقهية، العادة محكمة إذا اضطردت أو غلبت، إذا اضطردت يعني باستمرار أو غلبت يعني في غالب أحوال الناس. لكن إذا صار ارتياب ما يدرون هل هذا سفر أم غير سفر، نعود إلى تحديد السفر بالمسافة. في مثل هذا الزمن اختلفت المسافات وأمضار الناس، هنا نعود إلى المسافة. لكن في بعض البلدان الأخرى لا، لو تأتي مثلا إلى بعض القرى تجد أن مسافة السفر عندهم أو وصف السفر عندهم منضبط. بعض البلدان الأخرى مثلا ما عندها سيارات، تسير مثل والله على خيول ولا على حمير تنطلق وكذا، هذا مثل هذا يمكن لو مشى 20 كيلو هذا مسافر، فهي تختلف. لكن الصحيح أن السفر مربوط بعرف الناس، لكن إن اضطرب عرف الناس واشتبه على الناس نعود إلى المسافة، مما يدل على العرف.